مرحبا مواليد بوش القوس، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الابراج الاسبوعية، يعني عن الاسبوع اللي بيبدأ الاثنين 12 اب اغسطس وبينتهي الاحد 18 اب اغسطس. اسبوع كتير حلو، اول شيء لانه الشمس موجودة ببرج الاسد الصديق لكم، البرج يلي بيقدم لكم مساحات جديدة، احتمالات جديدة، اختبارات جديدة، فترة حلوة كتير من بلشت ب 23 تموز يوليو وبتنتهي ب 22 اب اغسطس. هي فترة حلوة كتير، بتخلي مولود برج القوس يغامر، يجازف، يتعرف على امور جديدة، ينوع بحياته وبطموحاته وباهدافه يلي بحب دايما يغير فيها ويجدد فيها، لانه ما بحب الروتين وما بحب دايما الامور نفسها بتعيد نفسها وبتكرر نفسها. فيرغب دايما وترغب مولودة برج القوس باضافة مسائل جديدة، مشان هيك بحبهم، حبهم للسفر، حبهم للمطالعة، على ثقافة، لتعلم أمور جديدة، لغات أو مهارات، أو حب للإبداع لأنه عنده أفكار كثيرة ومهمة. بجميع الأحوال فترة ممتازة، وبهذا الأسبوع الحلو بهذا الأسبوع أنه في عنا اكتمال للقمر ببرج الدلو، يلي بالنسبة لكم هو اكتمال لفكرة، بتنضج فكرة أو اكتمال لخطة أو بتنقش معكم. اكتمال القمر ببرج الدلو بيدخل على حياتكم بهذا الاسبوع وبهالصيفية مسألة جديدة، خطة جديدة، مشروع جديد او حدث جديد او برنامج جديد بتدخل على حياتكم. عكل خلونا نشوف هالاسبوع كيف بده يكون. الاثنين والثلاثة القمر موجود ببرج الجدي يلي هو بيت المال بالنسبة لكم، فما غريب ابدا تكونوا عم بتخططوا كيف بدكم ترتبوا رحلتكم، كيف بدكم تدبروا سفرتكم، كيف بدكم تدبروا مصاريف اضافية لتتسلوا باجازة. طبعا كثير من الناس عندهم عم بيعيدوا، طبعا بعيد الأضحى المبارك، فيمكن يكونوا مع الأهل أو يمكن يكونوا مسافرين أو عندهم رحلة معينة، فبدكم تنتبهوا أنه أكثر الاهتمامات والتركيز رح بيكون على البادجت، قدي معنا، قدي صرفنا، قدي باقي معنا وشو رح نعمل. فهيدي النقطة بدكم تنتبهوا لها، خاصة إذا أنتوا نازلين على السوق أو ما عندكم شيء تعملوه، بمعنى ما نكون ملتهيين بإشياء تانية بدرس أو بشغل، فمعقولة نزلتكم على السوق أو وين ما كنتوا معقولة تحمل مصاريف إضافية. الأربعاء والخميس القمر بيكون موجود ببرج الدلو، قمر بدر يكتمل الخميس. هيدا معناتها انه مولود برج القوس عنده نوع من نبوغ او عنده نوع من افكار، ولا احلى من هيك، نشاط، حماسة، ديناميكية، عزيمة قوية، جرأة، ونوع من قدرة على، ما رح احكي التفاوض، لكن في اذا في تفاوض بتكونوا انتو من الاشخاص المميزين والربحانين. فترة ممتازة جدا للكتابة، للسفر، للتواصل مع الناس، لتحقيق هدف ما، لتغيير شيء كبير بحياتكم، للكتابة إذا عندكم شيء مأخرين فيه، للتواصل مع الناس إذا أنتم مأخرين بشيء، للتحضير، لإعادة النظر، للترتيب، للحركة، تتكونوا أكتف، مش تكونوا بس باسيف قاعدين ناطرين، بالعكس لازم تتحركوا. في شيء جديد بانتظاركم، إن كان مكتب أو إن كان سيارة، لابتوب، في مسألة جديدة، وفي احتمال يكون في عندكم خبر بيوصلكم. الجمعة، السبت والأحد، هون لازم تعرفوا أنه هني هدول 3 أيام متقلبة بالنسبة لألكن، لأنه تتسلط الأضواء على مسائل شخصية وعائلية. رجعنا للبيت، رجعنا لألكن، رجعنا للصحة، رجعنا للنرفزة، رجعنا لضيق الخلق، ورجعنا للترتيب والعجقة، وكله كأنكم قاعدين بالبيت ومنزلين البيت وقاعدين عم تشتغلوا أو عم تهتموا بأشخاص ما. الجمعة، السبت والأحد 3 أيام معقول يكونوا متعبين لأنكم عم تضبطوا، عم طالعين على الجبل، عم تضبطوا بالبيت، أو مسافرين، أو راجعين من سفر، أو في عندكم اهتمامات العلاقة بأحد الأولاد. مش بالضرورة تكون سلبية هالأمور والاهتمامات والانشغالات، لأنه الشمس رجعت، برجع بذكركم، موجودة ببرج الأسد، يعني أخباركم مفروض تكون حلوة وعشقتكم مفروض تكون حلوة، وأي مسألة بتمرق بهالفترة ما تتوقفوا كتير عندها لأنها عابرة ورح ترجع تنحل. إذا جمعة، السبت والأحد حتى 7:34 دقيقة بعد مساء بتوقيت بيروت،
الصيفي. من بعدها بينتقل الأمر لبرج الحمل، وهنالك فرحة كتير كبيرة بانتظاركم. تنقلب الأمور بشكل ممتاز ليل الأحد 18 آب أغسطس. مثل ما شايفين أسبوع كتير حلو بانتظاركم. الأكثر حظا تحديدا هي 6 7 و 8 ديسمبر. الكل عنده حظوظ حلوة، وفيني أضيف لقلهم مواليد 10 ل 18 ديسمبر. بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو، على أمل اللقاء مع الأبراج اليومية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. ودعكم، باي باي.